هذه المنارة تاريخ بالنسبة للموصل للعراق، وعلى اسمها سمت الحدباء الموصل الحدباء. يعني المفروض تنحفظ هيك آثار، يعني ما تتعرض خلال الحروب اللي تجري بالعراق. أنا اعتادينا على هاي الحالة، يعني على مر العصور خصوصا هاي الفترة اللي داعش بيها جاي منارة الحدباء وقبلها آثار النمرود، يعني هواي من التراث. وخلال 2003 لحد الآن هواي تراث عراقي، يعني هم ما نهب انسراق أو يعني تدمر بداخل العراق. أكثر من هذا جرى علينا، يعني يدعي للحزن أكثر من منارة الحدباء. يعني الشيء اللي جاء يحدث بالموصل، يعني قتل الإنسان، هو هذا أكثر شيء يحزن.